في هذه المحاضرة سوف نتحدث عن المنطقة النظيفة ومنطقة التخزين داخل وحدة التعقيم. في هذه المحاضرة سوف نتحدث عن نقل الأدوات إلى المنطقة النظيفة، فحص نظافة وكفاءة الأدوات، بالإضافة إلى أكياس التغليف، النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء تحميل الأدوات إلى جهاز التعقيم، مراقبة عمليات التعقيم وتوثيق واستدعاء الأدوات، توزيع الأدوات المعقمة، وغرفة تخزين الأدوات المعقمة. بعد عملية تنظيف الأدوات داخل منطقة إزالة التلوث، يتم استقبالها عن طريق النافذة الفاصلة بين منطقة إزالة التلوث والمنطقة النظيفة. تكون الأدوات نظيفة وجاهزة لعملية الفحص وعملية التغليف. تتم في هذه المنطقة عملية فحص وتغليف الأدوات، وبعد ذلك عملية تعقيمها. حال استلام الأدوات من المنطقة النظيفة واكتشف أنه يوجد عليها أوساخ أو ملوثات، فيجب إعادتها لمنطقة إزالة التلوث لإعادة تنظيفها مرة أخرى. يجب أن يتم استقبال الأدوات في هذه المنطقة والانتظار حتى تجف تماما قبل التعامل معها، لأن وجود أي رطوبة فيها قد يحفز نمو الميكروبات وأيضا يسبب تبقع في نفس الأداء أو يسبب صدأ، فيجب أن تكون الأداة جافة تماما حتى نبدأ بعملية فحصها وفحص الأداة نفسها. يمكن تجفيف الأدوات عن طريق استخدام منشفة خالية من الوبر أو تكون غير وبرية، أو تجفيفها عن طريق وضعها حتى تجف وبعد ذلك فحصها. بالنسبة لطريقة فحص الأدوات الجراحية وتأكد من نظافتها، لازم أنه نفحص كل أداة على حدة بشكل منفصل. يكون الفحص جدا دقيق، نفحص أسنان الأدوات نفسها أو المنحنيات ونتأكد من خلوها من الملوثات. أيضا نفحص مفاصل الأدوات الجراحية نفسها مثل الملاقط والمشابك للتأكد من سهولة حركتها عند الاستخدام. أيضا نفحص تطابق زي ما قلنا انحناءات الأدوات الجراحية نفسها حتى تعمل بكفاءة، لأنه عدم تطابقها هذا يعني أنه يوجد مشكلة في نفس الأداة. التأكد من قفل الأدوات بطريقة صحيحة. إعادة تركيب الأدوات في حال إذا كانت أدوات لها عدة أجزاء، يتم إعادة تركيبها قبل عملية التعقيم. يجب الإبلاغ مباشرة عن أي ضرر في الأدوات أو عدم اكتمالها وتسجيل ذلك. يعني في حال كانت الأدوات مكسورة أو فيها خدوش، يجب الإبلاغ عن هذا الشيء، وأيضا يجب تدوين الضرر في حال وجود أدوات متضررة. الأدوات التي تحتوي على براغي يجب أن تكون مشدودة بإحكام. طبعا لازم تكون مشدودة بشكل قوي حتى تعمل الأداة نفسها بكفاءة. فتح الأدوات مثل المقص داخل أكياس التعقيم ليتسنى دخول البخار وإتمام عملية التعقيم بكفاءة. أي أدوات مثل المقصات وما إلى ذلك لا يجب يجب فتحها وعدم تسكيرها أو إغلاقها حتى يدخل البخار ويتغلغل إلى داخل الأداة حتى تتم عملية التعقيم بنجاح. يتم قفل الأدوات في منطقة الإغلاق المحكم على أول قفل ليتسنى دخول البخار وإتمام عملية التعقيم بكفاءة، مثل حاملات الإبر أو النيدل هولدر. مثل ما هو موضح بالصورة، في عندي أنا منطقة الإغلاق المحكم تغلق على أول منطقة حتى يتسنى البخار للدخول بين الأداة وإتمام عملية التعقيم. من أهم المعايير المهمة لاختيار نوع التغليف هو أن يكون نوع التغليف المستخدم مصمم خصيصاً لعملية التعقيم، ويسمح بمرور البخار داخل العبوة ويحقق كفاءة التعقيم. يكون هذا النوع من التغليف مصمم أساساً حتى تتم عملية التعقيم بكفاءة. يجب أن يكون التغليف محكم لمنع دخول جميع أنواع الميكروبات داخل المغلف، مقفل بإحكام نتأكد من أن
مقفل بشكل صحيح. يجب أن يكون مقاوم للثقوب ومن الإمكان إغلاقه، يعني يكون متين ما يكون رقيق، ونقابل للإغلاق وبإحكام حتى تتم عملية التعقيم بكفاءة. بالنسبة لتعبئة أكياس التغليف، يجب تعبئتها وفقا للتعليمات المستخدمة أو تعليمات الاستخدام. يجب إغلاقه بسلاسة دون طيات أو فقاعات أو تجاعيد، يعني خلال إغلاق كيس التغليف يجب إغلاقه بدون وجود أي طيات، يجب إغلاقه بإحكام. اتباع الطريقة الصحيحة لإغلاق أكياس التعقيم، ويتم ذلك عن طريق ترك مساحة 1 إنش خارج الحواف المختومة. يجب أن يكون تغليف العبوة بطريقة تضمن فتح دون تلوث الأدوات، يعني يدعم الأسبتيك تكنيك، لما نجي نفتحه نفتح التغليف بطريقة أنه حنا ما نلوث الأدوات مرة ثانية. لا تقوم بتكديس أدوات عديدة في نفس الكيس، يعني تكون الأكياس ما هي مكدسة، بحيث أن لما ندخل الأداة تكون في مسافة بين الحواف ليتسنى التعقيم بطريقة صحيحة. يجب أن يكون حد نهاية كيس التعقيم مناسب لحجم الأداة، حيث أن الأداة داخل كيس ضيق قد يسبب ثقب، أو وضع أداة داخل كيس كبير قد يسبب تحرك للأدوات بغير وضعها المناسب. أكياس التعقيم أيضا قد تتأثر بالظروف البيئية الموجودة داخل مخزن الأدوات المعقمة مثل الرطوبة والحرارة، فلذلك لازم نضبط الظروف البيئية داخل مخزن التعقيم أو مخزن اللي هو تخزين المستهلكات بالطريقة الصحيحة والمطلوبة. يجب اتباع الطريقة الصحيحة للتغليف وغلق الأكياس لمنع أي مشاكل أثناء التعقيم والتخزين. زي ما قلنا، جهاز الإغلاق الحراري يجب اختباره بشكل سنوي من قبل قسم الصيانة بالمنشأة. من أهم النقاط التي يجب أن نتحدث عنها هي عملية توثيق المعلومات على الأدوات قبل إدخالها في جهاز التعقيم. فيجب وضع الملصقات على العبوات قبل التعقيم باستخدام أداة وضع الملصق زي ما هو موضح في الصورة. أيضا يجب أن تكون ملصقات العبوة مرئية ومقروءة وواضحة. لا يسمح بالكتابة على الجانب الورقي لأكياس التعقيم، يعني دائما حنا نكتب على الجانب البلاستيكي وليس على الجانب الورقي لأكياس التغليف. يجب كتابة البيانات التالية: تاريخ ورقم دورة التعقيم، أيضا عدد الأدوات بالدورة، أسماء الأدوات الموجودة بالدورة، وتوقيع الموظف المسؤول. النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء تحميل الأدوات داخل جهاز التعقيم: يجب أن يكون الموظفون على دراية باعتبارات التحميل الخاصة بجهاز التعقيم، وهي إيش؟ هي التأكد من وجود مساحة كافية بين الأدوات للسماح بتدوير البخار، ولا يسمح بتكدس الأدوات في جهاز التعقيم. يعني أنا ما أكدس الأدوات وألصقها في بعض، لا، لازم يكون في مساحة للسماح بتدوير البخار وعمل اللي هو إنجاز عملية التعقيم بكفاءة. تنظيم أكياس التعقيم، يجب أن تكون الجهة البلاستيكية مقابل الجهة الورقية. في حال وجود أدوات مقعرة يجب قلبها رأسا على عقب حتى نمنع تكثف الماء داخل الأداة نفسها. أيضا من أهم النقاط اللي يجب أن نتحدث عنها في هذه المحاضرة اللي هي معلومات الدورة، ما يعني دورة التعقيم داخل جهاز التعقيم إيش المفروض تحتوي. يكون زي ما نعرف حنا، يكون في شاشة لجهاز التعقيم لتحديد ما إذا تم استيفاء معايير التعقيم الصحيحة. مثلا عندنا دورة التعقيم تحتوي على 3 معايير: عندنا الوقت، درجة الحرارة، والبخار المشبع تحت الضغط أو الضغط. عندنا درجة الحرارة يجب أن تكون 134 سلسيوس، مدة التعقيم في هذه الحالة من 3 إلى 5 دقائق. بالنسبة للأدوات الحساسة أو اللي ما تتحمل درجات الحرارة العالية، تكون درجة الحرارة 121 سلسيوس، ومدة التعقيم تكون من 15 ل 20 دقيقة.
بالنسبة للضغط يبين نفس الجهاز إذا كان في خلل بالضغط ويعطي ألارم أو تنبيه إنه في مشكلة في الضغط داخل حجرة التعقيم. لا ينبغي للموظفين توزيع الأدوات للاستخدام في حالة وجود مشكلة في نتائج المراقبة، يعني أي مشكلة أنا لاحظتها داخل جهاز التعقيم لازم أنا ما أكمل الدورة ونوقف الدورة، وأيضا ما أوزع الأدوات. يجب حفظ الوثائق لمدة عام حسب الحاجة للرجوع إليها في حال حاجتها حسب توصية وزارة الصحة. أيضا من أهم الاختبارات التي يجب أن نتحدث عنها هي اختبارات تسرب الهواء أو ما تسمى بالبويدك تيست. هو اختبار يستخدم لتقييم إذا كانت أجهزة التعقيم تزيل الهواء بكفاءة من حجرة التعقيم حتى تتم عملية التعقيم بنجاح، وحتى يتوزع البخار بشكل جيد ويعطي كفاءة في التعقيم يجب أن تكون حجرة التعقيم خالية تماما من الهواء، وهذا الاختبار يقيس لما إذا كان الهواء مزال بكفاءة من حجرة التعقيم. يجب إجراء الاختبار مرة واحدة يوميا. في حال فشل جهاز التعقيم بالاختبار يجب على الموظفين إزالته من الخدمة تحديد ما إذا كان يجب إعادة اختباره أو صيانته أو إعادته إلى الخدمة. يجب حفظ ورقة الاختبار لمدة عام حسب توصية وزارة الصحة. أيضا من أهم الاختبارات التي تستخدم في عملية التعقيم هي المؤشرات الحيوية أو البيولوجيكال انديكيتر. يكون موجود فيها أبواق جرثومية مقاومة للحرارة وهي جيوباسيلس ستيروثيرموفيلس لتوضيح ما إذا كان التعقيم قد تحقق أم لا. في حال هذه الجراثيم قد ماتت داخل الجهاز التعقيم نفسه فهذا يعني أن الجهاز التعقيم يعمل بكفاءة عالية ويمكن استعماله. يجب استخدام المؤشرات البيولوجية مرة واحدة أسبوعيا على الأقل. بعد ما وضعنا المؤشر البيولوجي داخل جهاز التعقيم وبعد ما أتمت الدورة يتم إزالة الجهاز اللي هو المؤشر البيولوجي أو البيولوجيكال انديكيتر ووضعه في حضانة حتى يتم تحديد ما إذا كانت الكائنات الحية الدقيقة اللي تكلمنا عنها تنمو أو تفشل في النمو، مما يعني الموت بواسطة عملية التعقيم. زي ما قلنا إذا ماتت هذه البكتيريا بالتالي جهاز التعقيم ذو كفاءة عالية ونقدر نستعمله. يجب أن تكون أنبوبة المؤشر الحيوي وأنبوبة التحقق من المؤشر الحيوي تحمل نفس رقم الإنتاج. أنبوبة التحقق من المؤشر الحيوي اللي تسمى بالكنترول الموضحة بالصورة، والأنبوبة اللي إحنا نستعملها داخل الدورة يجب أن تحمل نفس رقم الإنتاج. إذا كانت النتيجة إيجابية فيجب استرجاع جميع الأدوات وإبلاغ المشرف أو الجهة المسؤولة صيانة الجهاز. يجب حفظ وتوثيق نتائج المؤشر الحيوي لمدة عام وفقا لتوصية وزارة الصحة. نجي أيضا لأهم المؤشرات، هي المؤشرات الكيميائية أو الكيميكال انديكيتر. تستخدم لتحديد أن البخار هل اخترق كل عبوة في داخل يعني داخل جهاز التعقيم، فبالتالي تقيس لكفاءة دخول البخار داخل العبوة واختراقها وعمل عملية التعقيم بكفاءة. وأيضا يجب وضعها في كل عبوة أو في كل تغليف التي تحتوي على الأدوات نفسها. إذا لم ينجح اختبار المؤشر الكيميائي فلا يتم أي أكيد لا يتم استخدام محتويات العلبة ويجب إعادة تعقيمها من جديد. هذه الشريحة تتحدث عن توزيع المواد المعقمة، يعني بعد إتمام عملية التعقيم. قبل التفريغ من جهاز التعقيم يجب ترك الأدوات المعقمة لتبرد قبل المناولة لتجنب تبلل الأدوات الجراحية. يعني حنا لما تخلص عملية التعقيم نترك هذه الأدوات حتى تبرد بدرجة حرارة الغرفة لنقدر حنا بعدين نوزعها أو نحطها في مخزن الأدوات المعقمة. يجب إعادة الأدوات الجراحية التالفة أو التي تعرضت للغبار أو الرطوبة إلى المنطقة المتسخة لإعادة معالجتها.
توزيع المواد المعقمة. أيضاً أثناء النقل يجب تجنب إعادة تلوث الأدوات المعقمة، يجب توخي الحذر الشديد أثناء النقل والتأكد من النقل في حالة أنه يكون في حالة خاضعة للرقابة. أثناء نقل الأدوات إحنا نكون مرة حريصين على هذه الأدوات لأنها تكون معقمة، لازم تكون أثناء النقل زي ما قلنا داخل عربة مغلقة أو داخل صندوق مغلق، بحيث أنها ما ترجع تتلوث مرة ثانية أو تتعرض لأي حدث ممكن أنه يعني يخرب التعقيم للأداء نفسها. يجب استخدام عربات النقل أو الصناديق المغلقة زي ما قلنا أثناء عملية نقل الأدوات المعقمة. يجب أن يكون التعامل مع الأدوات بحذر بعدم سحبها بقوة أو وضعها بطريقة هادئة على الرف وعدم ثنيها أو ضغطها بين الأدوات. أكيد إحنا ما نكدس الأدوات على بعض، لازم نحطها بطريقة نحافظ على التعقيم حقها، نحافظ على كفاءة التعقيم، فلذلك ما يصلح إنه إحنا نكدس الأدوات على بعض. هذه الشريحة تتحدث عن غرفة التخزين أو تخزين الأدوات المعقمة. يجب التحكم بالمخزن تحت ظروف بيئية محددة، أن الرطوبة ما تزيد عن 70%، لأنه ممكن إذا زادت الرطوبة تتلف عندي أكياس التغليف. درجة الحرارة تكون من 20 إلى 23 درجة مئوية للحفاظ على سلامة تعقيم الأدوات داخل الخزانة أو الأدراج في العيادات. يجب استخدام الأدوات المعقمة على أساس التناوب، أنه هو ما يوضع أولاً يستخدم أولاً، هذا هو أساس التناوب. طيب عندنا حالات حنا لازم أنه في حال حدثت لازم أن نرجع نوديها مرة ثانية لوحدة التعقيم. عند ملاحظة وجود رطوبة، ثقوب أو تغير في لون أكياس التغليف المعقمة، في حال عدم وجود المؤشر الكيميائي، عدم تحديد تاريخ التعقيم، أيضا يتم إعادتها لوحدة التعقيم. أيضا الحرص على خلو الخزانات والأدراج المستخدمة لتخزين الأدوات المعقمة تكون إنها خالية من الغبار، بالإضافة إلى عدم وضع الأدوات المعقمة بطريقة مكدسة زي ما ذكرنا. عند تنظيف الأرفف أو الأدراج يجب مراعاة التالي: إزالة جميع الأدوات المعقمة بعناية من الرف، التنظيف باستخدام المحلول المعتمد لتنظيف الأرفف، يجب مسح الرف بالكامل بما في ذلك الجوانب والجزء العلوي من الرف. عند التنظيف يجب التركيز على التالي: عندنا الرفوف، القاعدة، قاع الرف والعجلات، وأيضا نتأكد من جفاف الأرفف تماما قبل إعادة الأدوات المعقمة إلى الرف.